على حسن الاستماع، شكرا على اختياركم موجة الإذاعة الوطنية، هذا السجل الوطنية. مواصلين في حوارنا، ننطلق اليوم ونستقبل ضيفي المحامي ورئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي. الانترفيو مع زينة. عبد الرزاق أهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا بك في السجل الوطنية. يعطيك الصحة زينة، تحياتي ليك كذلك وللفريق العمل معك، وتحياتي لمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا، نبدأ معك من أيامات تقريبا تفصلنا على انطلاق السباق الرئاسي 2024 اللي يتحدث على مناخ عام واضح، اللي يتحدث على طعونات الهيئة اليوم والجدل بين الهيئة الإدارية، المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات. هو أكيد طالما احنا في خضم المسار الانتخابي ككل زينة، معناتها الجدل والنقاش يحتدم، خاصة مع وجود الأحداث هذه، أحداث خاصة تقديم الترشحات، أحداث معناتها رفض بعض المطالب نتاع الترشح، وكذلك مع الطعون اللي تقدمت أمام المحكمة الإدارية، سواء كان في مرحلة الابتدائية أو كذلك أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. اليوم طبعا النقاش واضح، وكونه فما أحكام معناتها صدرت عن الجلسة العامة، هذه الأحكام يبدو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتاء لها ألا معناتها ما تأخذهاش في الاعتبار، وخاصة أنها بررت ذلك أن هذه الأحكام لم تصلها في الوقت اللازم تبقى للفصل 47 من القانون الانتخابي، وخاصة في الفقرة الأخيرة منه اللي هو يفرض على المحكمة الإدارية وعلى كتابة المحكمة الإدارية أنها تقوم بإعلام الهيئة الوطنية أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ قانونية من الأحكام في أجل 48 ساعة. طبعا هناك أحكام صدرت وبقات معناتها أكثر من أربع أيام خمس أيام، والمحكمة الإدارية لم تعلم الهيئة، والهيئة معناتها أخذت القرار الأساس أنها تعلن عن القائمة النهائية، وطبعا يقع نشرها في الرائد الرسمي. واليوم احنا رسميا عندنا ثلاثة مترشحين، وما عندناش فما معناتها إمكانية لا بإضافة زيد زيادي اللي هو ربما ترفض قبل، ولا بسحب زيد زيادي اللي هو موجود تو، يعني ثلاثة باش يبقاو 6 أكتوبر مهما كانت الظروف مهما كانت الأسباب، لا يمكن السحب، ولا يمكن كذلك أنه إذا كان حتى واحد منهم موجود في السجن فأنه سيشارك في الحملة الانتخابية بجماعتها، يعني بالمجموعة اللي هي بتعمله الحملة، وطبعا معناتها سيكون موجود في قائمة الاقتراع وقائمة الانتخاب من جملة الثلاثة. تعتبر اليوم عنا ثلاثة مترشحين هبطوا في الرائد الرسمي، العملية واضحة، المترشحين واضحين وبشكل صريح، ثلاثة دونك زيد الجدل اليوم لا باش يقدم. هذا من الناحية القانونية. من الناحية القانونية الجدل هو جدل عقيم وصفصطائي، أنا أقول علاش، لأنه ما يغير شيء، لأنه فصل الأمر من الناحية القانونية. صحيح الجدل السياسي والاجتماعي باش يبقى قائم، لأنه لهنا نفصله بين الجدل القانوني أو النقاش القانوني البحث اللي هو كما قلت فصل، فلا يمكن معناتها الرجوع في قرارات الهيئة معناتها، وخاصة قرارها النهائي في إعلان القائمة النهائية، كيف كيف لا يمكن سحب أي مترشح لترشح نتاعه، وثالثا أنه لا يمكن كذلك معناتها لأي واحد يكون تعذر عليه أنه يشارك في الحملة ولا يشارك في الواحد، معناتها ما ينجمش يسحب. يبقى الجدل السياسي هو اللي هو مازال توا سيتواصل، وأنا أقول لك سيتواصل سنوات، مش باش ينتهي حتى بعد 6 أكتوبر، لأنه المسألة يظهر أنه المعركة أصبحت معركة، المعركة هي نتاع حقوق وحريات، معركة هي معركة استقلال القضاء، المعركة هي كونه هناك المعارضة التي تستغل وتوظف معناتها هالمسألة هذه من أجل كسب نقاط معينة سواء في الداخل أو في الخارج. النقاط هذه اللي تحب تخدم عليها هي شوفوا الهيئة وشوفوا قيس سعيد أنه لا يحترم أحكام القضاء، أنه لا يخضع للمحكمة الإدارية، وأنه انتهك معناتها الاستقلالية نتاع القضاء ولم يأخذ بهذه الأحكام. طبعا هذا التوجه أو هذا التوظيف هو توظيف مغلوط يا زينة،
مغلوط لانه بمعنى مغلوط يعني مغلوط لانه انت سميته قلت معارضه ما تتوقعش من طرف يعارض فيك باش يدعمك طبيعي ولا باش يقول لك شكرا طبيعي على خدمتك. مو المعارضه كما قلت لك هي تلتقط كل كل الاحداث وتلتقط كل النقاط وتوظفها وتستعملها. احنا لهنا ماذا نطلب من المعارضه؟ والحرصة نطلب منها على الاقل انها تكون معارضه شريفه. ثاني حاجة أنها لا معناتها ما تمشيش للأخير إلى المغالطات وإلى الكذب وإلى ما يسمى بالدناءة السياسية. علاش تقول نطلب تكون معارضة شريفة وتوصفها بممارسة الدناءة السياسية اللي يحدث اليوم فيه أو ينطبق عليه الكلام اللي تقول فيه سي خلول؟ لأنه تو اللي عند المعارضة ما عندناش معارضة معناتها اللي هي قاعدة معناتها تعرض معارضة موضوعية ومعقولية ومنطقية. عندنا معارضة اللي هي تستعمل كل الوسائل فقط من أجل أمرين. الأمر الأول هو إسقاط قيس سعيد، والأمر الثاني هو إنهاء المسار الانتخابي وتعطيله وما يلزمش. هذوما زوز تخدم عليهم. وبالتالي باش تستعمل كل الوسائل الشرعية والغير شرعية والأكاذيب والمغالطات والترهات والإشاعات من أجل معناتها ضرب محطات المسار الانتخابي ومن أجل أنه يقع، لأنه التو الهدف نتاعهم هو أنه يقع تأجيل الانتخابات وأنه الانتخابات ما تصير 6 أكتوبر. وبالتالي قضي الأمر الذي فيه قضي الأمر. ولكن أنا أقول لك هما كيفاش يفكروا وكيف كان مخططهم. المخطط نتاعهم واضح في التوجه هذا. احنا اليوم جبدناها يا زين على اساس كيف استعملوا معناتها الجدل الصاير ولا بين الهيئه والمحكمه الاداريه، بين الهيئه والمحكمه، من اجل معناتها في يكون في 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 في, صف في صفهم وفي استغلالهم، معناتها استغلاله في مصلحتهم. احنا اليوم كما قلت لك المساله فصلت وانت قلتها وانتهى الامر. الجدال سيبقى معناتها جدال قانوني اجتماعي معناتها سياسي، ولكن بالنسبه لنا 6 اكتوبر هي على الابواب والانتخابات ستصير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حكيت فيه انت دايوغ الموضوع هذا سي الخلولي من قبل ما يتم تحديد موعد 6 اكتوبر، قلت لن يتم تاجيل الانتخابات رغم كان فما الدعوات انذاك، وانت من الناس اللي كنت ضد الدعوات لتاجيل الانتخابات، بل حتى تقلقت وخرجت وكان لك تصريحات واضحه في الموضوع. صحيح زين. وهو الحقيقه هو هذا استشراف معناتها للمستقبل. انا كنت نعرف انهم باش يطلبوا معناتها تاجيل الانتخابات، وكنت نعرف انه طبيعه المسار نتاعهم نتاع المخططات وتاع كيفاش معناتها انهم يحضروا لكل الخطط نتاعهم بطبيعتها فيها من ربما من أصاب ومن نجح، مثلا في إخفاء المواد الأساسية، في الاحتكار، في كذا في كذا، في برشا حاجات. لكن أغلب المخططات اللي عملوها هي الحقيقة كانت باءت بالفشل ولم تؤثر في الـ في الـ في, الـ في المواطن التونسي، ولم تؤثر في المجتمع التونسي، ولم تؤثر في الشعب التونسي، لأنه واضح أنه فما حاجز ما بيناتها المعارضة هذه وبين معناتها نفسية المواطن اللي هو ما عادش يقبل منها حتى شيء. لكن وقتها ايش قلنا راهم هما باش يحبوا يربحوا الوقت أكثر. دونك راهم باش يطلبوا تأجيل الانتخابات لأنهم معناتها كاك الحكم اللي تقول اعطيني وقت اضافي باش ننجم على الاقل نجيب فيه خطط اخرى من اجل انه اول حاجه ساعه ناجج الاوضاع، ثاني حاجه ساعه نهري هالمسار هذا ونضعفه، وثالث حاجه انه نخلي الناس او شعبيه قيس سعيد تتراجع باعتبار انه فما مسائل اخرى كانت باش تجي وكان باش تصير اللي هي تخلي برشا حاجات. انا كنت انتظر حتى ضربات ارهابيه، كنت ننتظر برشا حاجات الحمد لله، والحمد لله لانه عندنا مؤسسه امنيه معناتها قائمه وعندها يقظه وعندها كذا. عندنا كذلك المؤسسه العسكريه اللي هما بالحق عندنا الثقه فيهم كبيره ونعرفوا معناتها انهم يدافعوا هذا الوطن. وهذا علاش انا وقت شاد صحيح على اساس لا سبيل اليه، حتى مع الاستاذ قيس سعيد كنت هذا كلامي ونقول لا سبيل اليه باش تعطيهم الفرصه باش ياجلوا الانتخابات. اليوم نحكيو على وضع اقتصادي راهن فيه وعليه برشا كلام، ولكن داخلين على قانون مالية 2025. هل طلعت على ملامح قانون مالية 2025 سي عبد الرزاق؟ هو طبعا طلعت عليه بصفة معناتها عرضية الحقيقة، لأنه مازال التفاصيل الكل نتاعه مازالت ما ظهرتش، ولكن على بعض الملامح اللي لكن على الأقل العناصر الكبرى زينة معناتها ما واضحة على أساس أنه هو قانون الحقيقة يحمل
إجراءات معناتها حماية، إجراءات معناتها في نقول أنا في تشجيع الاستثمار، تشجيع المبادرة الحرة، كذلك يخدم على الجانب الاجتماعي أو الدور الاجتماعي للدولة. هناك معناتها عديد ربما القرارات اللي باش نشوفهم والأحكام اللي باش نشوفهم في خصوص مسألة تشجيع الشباب على المبادرة الحرة، وعلى أنه البنوك زادت تكون لها دور في أنها تعطي قروض وطبعا تسند معناتها المستثمر. و نشوفوا زاد كونه في فما منح من الدوله باش تتعطى للشركات الاهليه، للشركات الاهليه اول حاجه هذيك منح. وثاني حاجه المنح اللي فما شكون يتساءل ايضا او يعرضها، يقول لك شركات اهليه من المفروض باش تعطي نسق وتدفع بالاستثمار وباش تستفيد منها حلقه الماليه العموميه. اللي فما شكون اليوم يعرض يقول لك علاش نعطيو تمويلات، هل تأيدهم او مع دعم الشركات الاهليه بمنحه بنوع او باخر؟ ده هو حقيقة أن نأيد معناتها أنه إسناد هذه الشركات وتشجيعها، باعتبار أنه هذا راهو مشروع لحقيقة أكبر مشروع اللي هو معناتها قولنا عارضوه المستثمرين اللي عندنا وجماعة اقتصاد الري والعائلات، هم عارضوه. علاش عارضوه؟ لأنه الشركة الأهلية راهي تعرف شو تعمل، هذه معناتها ستسحب البساط من تحت معناتها المحتكرين ومن تحت اللي شادين القطاعات وما حبوش يشركوا معهم أبناء الشعب. وكانت معناتها الشركات معناتها هذه كبيرة، شركات الأهلية سي الخلولي قادرة تنافس المونوبول اللي تحكي عليه، قاعدة تسحب منهم جزء من القطاعات ومن من لانه يجي نقول لك كي نشوفوا مثلا عندنا في مساله الدجاج مثلا او عندنا تو فيها ازمه، كي نشوفوا كونوا فما شركه ولا زوز تقول عندك هولدينغ كبيره كيفاش تجي شركه اهليه باش تنافس بالطبيعه. علاش؟ لانه وقت في الولايه اول حاجه لازم تتهيئ لها كل الشروط القانونيه والاداريه، يلزم في الولايه عندها رخصه، يلزم عندها في الولايه تمويل، يلزم عندها كذا. وبالطبيعه هذم الشركات يلزمهم في الولايه ينتشروا في كل الولايات وكذا، ويولوا معناتها يخدموا في استثمار ويخدموا في انتاج معناتها الدجاج وهذا هو. دونك لو كان ما جات الشركات الاهليه هذه ماكش باش تلقى حتى مستثمر اخر ينجم ينافس المستثمر اللي هو مازال عنده المونوبول ومازال قوي، فهمني؟ بالتالي معناتها احنا شفنا يا زينة انه حتى الشركات الاهليه بالرغم انها مدعومه من الدوله وبالرغم انها من خيارات المشروع نتاع الاستاذ قيس سعيد، فانه لقات 10,000 معناتها معناتها معطلات ولقات صعوبات. واليوم على الاقل انه التوجه نتاع الدوله في انه تمنح لها هذه المنحه، فبالتالي هو الحقيقه انتصار لهذا المشروع وانتصار لهذه الفكره. وراه هذه الفكره كان نحكي لك هذه شارل ديغول في 1968 كان يتحدث عن هذه الفكره عن الشركات الاهليه، كان يقارن بين الرأسمالية من شيرة وبين الشيوعية من شيرة، وقال الزوز ما عطاوش نتائج للبشرية والزوز ما عطاوش نتائج كذا، هذه عيوبها كذا وهذه عيوبها كذا. قال أنا نقترح أنه الناس تمشي أون كومين، معناتها يجتمعوا مع بعضهم يعملوا شركة مع بعضهم ويخدموا مع بعضهم يتقاسموا الأعباء تعاضدية ثم يتقاسموا الأرباح. طبعا معناتها عشان هي تجربة التعاضدية في تونس تختلف شوي زين، تختلف شوي لأنه التجربة التعاضدية كانت تقرب للشيوعية أو الاشتراكية، معناتها الفكرة الاشتراكية على أساس أنه، ولكن هذه على الأقل فيها وسط بين الرأسمالية وبين الاشتراكية أو بين اليوم الفرق فين بالضبط بين الشركات الأهلية والمنوال بتاع التعاضدية أو النموذج اللي عاشته تونس في فترة ما؟ هو الفرق كما قلت لك أول حاجة الساعة، علاش هذيك تقبلت وعلاش شركة هذه اليوم فيها برشا جدل وبرشا ناس تنقد فيها؟ اسمع التعاضد، وانت هذا سؤال معناتها جيد، معناتها فكرة التعاضد هي فكرة نتاع سلب الملكية الفردية، معناتها ما عادش حتى واحد عنده حاجة اسمها يملك حاجة، الكل ملك معناتها المجموعة والكل كذا، معناتها فهمنا لا الفرق بينها وبين الشركة الأهلية أنه الملكية تبقى، ما فماش حاجة اسمها أنه يسحب منك ملكية الفردية، فهمني؟ وبالتالي علاش قلت لك انا هي وسط بين ما يسمى بالنظريه الاقتصاديه نتاع الاشتراكيه السوسياليزم وبين نظريه الراسماليه المتوحشه اللي هي جات في الوسط باش اول حاجه ساعه تحافظ على مفهوم الملكيه الفرديه وثاني حاجه تمشي في متفائل كعادتك عبد الرزاق خلولي. حكينا فيه الموضوع ده في وقت سابق الشركات الاهليه في حوارنا، ولكن
مش نطول في النقطة هذه فقط، هل فما نموذج أو شركة أهلية بدأت ديجا وتراوى أنه قادرة اليوم كما كنت تقول على سحب البساط من المحتكرين، من الجماعة اللي عندهم المونوبول، من اللي هولدينغ الكبار؟ هو يزن ما بيناتنا هي التجربة في بدايتها، معناتها عندها عام ولا عام ونص، ما نجموش نجموا نقيموا توا شركة وبدايته وكذا. صحيح فما محاولات وقعت في نابل خاصة مع الوالية السابقة أي، واللي هي معناتها تدافع بشدة عن الشركات الأهلية. وفما معناتها توا على الأقل النجم وقيموا ثلاثة شركات غاديك اللي هما نجحوا بالباهي. أما نقول لك أنه التجربة هي في حد ذاتها في بدايتها، لا يمكن أنه النجم وقيموها، وخاصة كما قلت لك أنه القينا معناتها التوجه عام في رفض هذه الشركات. القينا معناتها الرأي معناتها نتاع أحزاب سياسية ونتاع مجتمع سياسي، القينا رجال الأعمال، القينا الإعلام في تونس معناتها لا كان منخرط في أنه معناتها يضرب هالشركات هذه. مش نحكي على الإعلام نتاعكم، نحكي على الإعلام في أماكن أخرى. منخرط يضرب كيف يجيبك أنت تحكي ويجيب زايد وعمرها ما تلقى غدو شركة أهلية للإعلام؟ لا هو الحقيقة فما شيء فما إذاعات وفما واحد من الأجل ما سميهم وقت اللي وش يحكي الشركات الأهلية ما يجيبنيش أنا، يجيب اللي هم ضد الشركات الأهلية. علي ناس يا عبد الرزيق وعلي ناس. اليوم رأيك في التحويل الوزاري اللي صار تقريبا شامل باستثناء خمسة حقائب وزارية، وبنرجع لك أيضا على البارح الرئيس لدى تسليمه للولايات لمهامهم أوصاهم بيجب التحفظ التحويل ثم الولايات نجيك. هو بالنسبة للتحوير الوزاري هذا كان منتظر الحقيقة، وإحنا طلبناه معناتها منذ مدة، وخاصة أنه عندنا بعض الحقائب الوزارية اللي كانت معناتها لابد أنها تغير. يبدو أنه التوجه تاع رأس السلطة أو رئيس الجمهورية بالذات هو في أنه يكون هالتغيير هذا في العمق ويمس كل الحقائب الوزارية. وهذا كشنو شوف تقريبا ما كانش فما انتقاد السيفيات او البروفيل او على غير العاده مستين ساعات في الوعدة كما تعودنا في تحويلات لعشتها تونس الكل، فما مؤيد فما رافض، ما قولش فما اجماع عليهم، ولكن ما كانش فما نقد للاسماء او الوزراء الجدد اللي تم تعيينه. ربما هل هذا يشفع لهم لانهم اولاد الاداره التونسيه؟ لا نقول مثلا في كرة القدم معناتها المنتخب نتاعنا كي نجيبوا له ممرن من برا ما يقولوا عليه حتى شيء، اما كاين نسموا له ممرن معروف لهنا تو تشوف الكلام. دونك بالنسبه لنا هذا ما بتعلى ما جابوهمش من برا. لا نتاعنا مش هذوما وجوه معناتها غير معروفه، هذه وجوه غير مسيسه، وبالتالي حتى اللي قبلهم لكن صار عليهم بعض لا لا اللي قبلهم على الاقل فيها وجوه معروفه. تو كي تقول مالك الزاهي، كي تقول شو اسمه، كي تقول كمال فقيه، برشا جماعه نعرفهم انه من قبلنا معروفين كوجوه معروفه، حتى معناتها في الجامعه وفي كذا واحد وفي المشروع تاع قيس سعيد، هذوما جماعه الوطن نعرفهم. اما هذوما بالذات معناتها بالنسبه لنا، لانه كما قلت لك ما صارش عليهم هاللغطه هذه والجدل هذا، لانهم اول حاجه لا من المؤيدين لا من المعارضين، لانهم هما اداريين، هما التكنوكرات نسميهم، معناتها هذوما عندهم خبرات معناتها اداريه. التوجه كما قلت لك نتاع الرئيس هو واضح على اساس انه شاف كونه الادارات والوزارات بكلها اصبحت فيها هك الجانب نتاع الفوضى والتسيب نتاع الموظفين، وطبعا جرب بالسياسيين وجرب بناس اللي هما ما كانوش اداريين وما عندهمش تجربه في التسيير الاداري، فبالتالي اختار انه لا يمكن ان يبسط النظام داخل الادارات وداخل الوزارات الا الاداري نفسه، لانه يفهم الميكانيزم ويفهم معناتها نفسيه الموظف ويفهم كيف يتعامل مع كل من يتقاعس عن اداء واجبه وكل من لا يقوم بعمله على احسن ما يرام، وبالتالي جاب لهم ناس اللي هم يفهموهم، وهذا هو التوجه باش يقع تطهير الاداره من ناحيه، فهمني؟ اثنين على اساس انه باش يقع فرض النظام، وكذلك على ان يقع فما مشاريع معطله. زين مشاريع رئيس الحكومه كمال مدوري طالب فريقه بتسريع انجاز المشاريع العموميه والخاصه، وقالها صراحه رئيس الحكومه هذه راي اولويات الحكومه العاجل
أولويات للمشاريع المعطلة. هذا هو هذا هو هو, هو التوجه كما قلت تو. بالنسبة لنا ما عادش نحكوا كان على المشاريع العمومية أو العامة، ولينا حتى في الدولة عملنا هيك الخلطة بين المشاريع معناتها الممولة من الدولة أو من العام مع المشاريع الخاصة. فما معناتها دي بروجي هذوما نتاع خواص اللي هما وقع تعطيلهم بفعل فعل وبمقتضى إجراءات إدارية. شكون المستفيد من تعطيل المشاريع هاي؟ فما لوبيات في إطار الصراع نتاعها والحرب ما بيناتها، أنه يجيوا معناتها زيادة عنده مشروع خاص وهو ما يحب. ما كنا نحكوا على شركة الأهلية وقلنا راه فما ناس محتكرين وبشركة الأهلية نجموا نحولهم شوية ماك الاحتكار نتاعهم. هذا مزاد مازالوا هكا. دونك اليوم احنا الحكومة شنية دورها؟ دورها لهنا في كونه ضرب البيروقراطية هكا الوثائق وهك الملفات وهك الورقة وهك هز وهك جيب وكذا، هذا زاد عطل بعض المشاريع الخاصة راه. وبالتالي معناتها كي انت في الولايه على الاقل تحلحل هالمشاريع وتنقص من معناتها من الوثائق. علاش كان معطله؟ خاطر فما خوف، خاطر عندك الفصل 96 اللي هو سلاح ذو حدين، وفما حتى وزراء كان الوزير ما يصححش اللي تحت الوزير باش يصحح مثلا مدير عام، فبالتالي تعطلت المشاريع. والله هو بو تنجم تقول يمكن هذا تفكيرهم، ولكن هو تفكير غلط، لأنه في نهاية الأمر هذا من يريد أن يبرر الفشل نتاعو، من يريد أن يبرر ربما سلوك معين، أنه معناتها يتحصن بالفصل 96 ويقول لأنه الفصل 96 يمنعني. لا لا مش صحيح. أنا كما حكيت لك فما ناس بالحق اللي هي قاعدة توا ماهيش معناتها تعطي في مجهود باش تنجم تعاون الدولة التونسية في أنها تحل 10,000 مشكل موجود و10,000 ملف كان موجود في 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 الخجورات. فما ناس اللي هي معناتها متعمدة. دونك اليوم بالنسبة لنا احنا تطبيق القانون هو واضح، عندك قوانين لابد من مراجعتها، عندك عديد الأشياء اللي هي كيف الرخص كيف كذا لابد زادة كيف من مراجعتها وتغييرها بكل الشروط، عندك الرقمنة ضروري. هذه انتظاراتك من الحكومة أو هذه ما تطلبه وتنتظره من الحكومة؟ هذا أعتقد أنه هذا برنامج سيكون ضمن برنامج الرئيس قيس سعيد، برنامج المرشح نتاعنا الاستاذ قيس سعيد. انت تحكي على الدوره الرئاسيه القادمه؟ طبيعي. لانه تو بالنسبه تو عندنا نحن ما نجموش تو في شهر نعملوا الرقمنا. دونك تعميم الرقمنا على كل الادارات راهو ضروري يا زينه. نعم فهمني. وكيف معناتها انه تنقص من ما يسمى بالبيروقراطيه الاداريه، تنقص من الرخص، تنقص من التعطيل، تنقص من ارجع غدوه، تنقص انه ملفك مازال ما حضرش، تنقص انه ملفك ضايع، تنقص من الريزو طايح، هذا الكل تنقص منه ارجع غدوه. هي هذا الكل تنقص منه. وبالتالي معناتها هذا معناتها في المستقبل هذا باش يعود بالنفع على الاستثمار الخاص وعلى الاستثمار العام، وبالنفع كذلك على الإدارة التونسية، لأنها باش تتحول من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة وعصرية. وبالتالي تعتقد وأنه الحكومة ستكون في مستوى التطلعات المؤيدين خاصة وفي مستوى التطلعات المرحلة؟ هذا ما أعتقده، لأني نعرف أنه متفائل بالتركيب الحكومي طبيعي، لأنه السي كمال المدوري هذا أول حساء هذا ولد إدارة، وهذا معترف له بالجدية، معترف له بالكفاءة، معترف له أنه بالحق عنده إرادة واضحة في كونه يمشي في التوجه نتاع الإصلاح ونتاع النفاذ ونتاع الإنجاز. طبعا شفناه معناتها أنه أصدار حتى جمهورية الصين الشعبية. نعم. وطبعا هذا مكسب كذلك لتونس، لأنه شفنا معناتها جاب أكثر من 16 معناتها مشروع واتفاقية في خصوص معناتها مع تونس والصين. هذا باهي معناتها بالنسبة لنا، نتصور أنه الحكومة هذه هي حكومة الحقيقة، ما نسميهاش معناتها نتاع تسيير أعمال، ولكن حكومة إنجاز وعمل. حكومة إنجاز وعمل هكا يعنون عبد الرزاق الخلولي في وصفه لحكومة كمال المدوري. نختم معك حواري برأيك، تحوير الحقيقة كبير جدا، حركة ولات الأولى تقريبا من نوعها، كان ما خنتنيش ذاكر 24 ولي فرد وقت 6 شهورات وتحوير في حد ذات وتغييرات. والبارح رئيس الجمهورية يطالب الولات بالانضباط، احترام وجب الحياد خاصة. هو كلامك صحيح، هذا رد
وطبعا متى حتى في 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 القرار نتاع التغيير الشامل هذا نتاع 24 وفي الاختيار كذلك، هذا رد لمن يقول انه قيس سعيد ربما سيستعمل موارد الدولة ووسائل الدولة والمسؤولين في الدولة من أجل أنهم يعاونوه في الحملة الانتخابية نتاعو، وطبعا من أجل أنه يكونوا ينتصروا له. اليوم على الأقل قيس سعيد لو كان هو من النوعية هذه راهو خلى معناتها أصحاب المشروع والولاد الكل يكونوا متسيسين وأولاد المسار وأولاد كذا، لو كان عنده نيت على أساس أنه يستغل وسائل الدولة أو يستغل الموظفين بالدولة باش يعمل الحملة الانتخابية. اليوم الرد نتاعو على أساس أنه كان اختيار نتاع ولات يشبه برشا للوزراء كنا نحكوا عليهم على أساس وجوه غير معروفة، ولكن عندهم الخبرة والكفاءة وعندهم التجربة الإدارية. وطبعا البارح أكد على أنه واجب الحياد هو واجب قانوني، وطبعا هذا مبدأ في العمل الإداري، لأنه الإدارة يجب أن تتحلى بالحياد وبالمساواة في نفس الوقت. هل الإدارة لم تكن محايدة في حركة الولاد السابق؟ هل الرئيس تكلم بشكل مطلق في المطلق توصيته بالحياد، أم ربما لأنه فما شكون لم يلتزم بواجب الحياد، قام بالتسريبات أو ربما ما نفذش ما طلب منه على مستوى ولايته؟ لا، أنا أقول يا زين يجبنا نفرق بين المرحلة. المرحلة السابقة لم تكن مرحلة انتخابات، وبالتالي لم تطرح مسألة الحياد ومسألة معناتها أنه تكون معناتها حكاية الانتماء. دونك في المرحلة ذيك ضروري أن يكون عندك ناس اللي هما من الموالين ليك موجودين في السلطة، لأنه المرحلة وقتها مازالت في سيرورة أنك باش توصل لآخر معناتها موعد في خريطة معناتها نتاع اللي عملها قيس سعيد هي الانتخابات الرئاسية. اليوم احنا في الانتخابات الرئاسية، ما دام هو مرشح بالتالي لابد من الخروج من مسألة أنه يكون فما واحد اللي هو على الأقل موالي للرئيس لكونه مترشح، وبالتالي اختيار ناس محايدين، ناس معناتها مستقلين نقول ولو على الأقل في 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 عملهم وفي في توجههم، والحرص على أساس أنه يكون هناك مبدأ الحياد لا مع زيد ولا مع صالح، إنما مع خدمة الوطن، مع خدمة المرفق العام، وما هو في خدمة المواطن، هذا هو. بالتالي تعتبر وأنه الحركة حركة الولايات الشاملة جاءت في توقيتها، جاءت في توقيتها وكانت مقصودة، كانت مقصودة لأنه أول حاجة الساعة في الوقت اللي جات فيه هو شهر قبل معناتها الانتخابات. نعم. وفما من معناتها ينتقدون معناتها قيس سعيد كيف أنه هل من حقه أنه يعمل قبل الانتخابات وكذا. طبعا هو كان خيار استراتيجي، اختيار معناتها من الرئيس قيس سعيد على أساس أنه يخرج كل معناتها ما يقال في كونه هالحكومة ذي، وما يقال كذلك في كونه الولايات تضمه ربما سيكونون من سيساعدون قيس سعيد، وفما حتى اللي يقول كونه باش يجيبوا له الناس ويهزوا له الناس ينتخبوا ويهزوا له كذا وما نعرف شنو. قال هذا من الكل هاو يخرجوا ويجيبوا ناس محايدين ما عندهمش علاقه لا بالسياسه، ما عندهمش علاقه لا بالانتخابات، عندهم علاقه فقط بالعمل الاداري، لانهم وقت اللي تخرجوا وقت اللي بداوا يقروا او وقت بداوا يخدموا دخلوا الاداره تكونوا فيها ولاو كفاءات معناتها كبيره ولاو خبرات كبيره، بالتالي لابد من اليوم من انهم هم يشدوا هالسفينه هذه ويديروها ويسيروها بعيدا عن التجاذبات السياسيه والانتخابيه. رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي والمحامي أستاذ خلولي، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. شكرا لكم انتم على حسن الاستماع، أجمل تحية زينة زيدي وكامل فريق استوديو الوطنية، شهية طيبة في الأمان. خلي الكلمة الآن لقسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، بسلامة. باقة من البرامج الجديدة تنطلق مع شبكة الإذاعة الوطنية.